صباح الخير أحبائي وأعزائي. النهاردة هنتكلم عن قصة جميلة جدا، قصة تعلم وإشبع. قيل إنه في يوم من الأيام كان في قرية صغيرة بتعتمد على صيد السمك. كانت بعض الطيور بتعيش على البواقي اللي بيسيبوها الصيادين. فجأة أصبح صيد السمك في القرية ما بيكفيش الصيادين، فبعد كده راحوا مكان تاني بعيد خالص بيتوفر فيه السمك. ولكن لما جات الطيور عشان تلاقي طعام ما لقيتش طعام. ليه بقى يا ولاد؟ ليه بقى يا أصدقائي؟ لأنها اعتمدت كل اعتمادها تماما على الصيادين وما تعلمتش ازاي تأكل نفسها. طبعا الطيور دي ايه اللي حصل لها؟ ضعفت وماتت. طب نستفاد ايه من القصة الحلوة الجميلة دي؟ بنستفاد ان كتير قوي من الناس في حالنا دوت زي الطيور، بنعيش على الفضلات اللي بيقدمها لينا الاخرين، ولكن ما عندناش خبرات يومية مع الكتاب المقدس، وما عندناش خبرة في تعاملات مستمرة مع الله. فكنا بدل لازم بل نعتمد لازم على خبرة الآخرين وحدهم، لا لازم نعتمد على نفسنا. عشان كده بنحكم على نفسنا بالموت زي الطيور الغبية اللي ما كانتش تتعلم شيء. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان انا لما كل ما اقرا في الكتاب المقدس هستفاد خبرات روحية جميلة، وهستفاد ويبقى في حوار بيني وبين ربنا. ربنا هيديني خبرات كبيرة واقدر اعتمد على نفسي، ما بقاش اعتمد على حد تاني. شكرا لكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. ما تنسوش تشتركوا قناتكم الجميلة، وان شاء الله بإذن ربنا نكون دايما في احسن حال، وربنا يحافظ على وطننا. شكرا لكم.